صباح الخير صبايا، واهلا وسهلا فيكم. اليوم حبيت بلش معكم روتيني من الصبح. اول ما فقت اكيد ركوة القهوة دغري لازم تنحط على النار. حنبلش صباحنا باحلى فنجان قهوة. هلا صبايا اطيب فنجان قهوة، مين بحب مثل القهوة مع التمر؟ كتير طيب القهوة مع التمر. صباح الخير صبايا، اليوم نزلت عند حماتي والعيلة عم تحضر لنا ترويقة كشك، احلى شيء بالدفى بهذا الطقس. ايه والله اطيب شيء، اطيب شيء بهالطقس. هلا اكيد كل العالم بتعرف طريقتها. قليت انا اول شيء بصلي ومع الثوم ولحمه وقليتهم كلهم سوا. بعد ما تقلت اللحمة حزد لها بطاطا. هلأ في ناس ما بتحط بطاطا بس نحنا بنحب كتير مع البطاطا. كمان البطاطا بقليها طبعا وبتركها لحتى لي تستوي. بس تستوي بنزيد الكشك. هاي اطيب اكلة عن جد بهالطقس، بهيدا الطقس البارد. وهلأ بعد ما استووا البطاطا رح ضيف لهم انا الكشك. هلا كمية الكشك اختياري انتو حسب العدد اللي عندكم. نقلبهم منيح وانا غليت لهم مي، خدت لهم مي سخنة. بنخليهم تا يغلوا مظبوط منيح ونطفيهم ومنقدمهم. هاي صبايا بعد ما غلي معنا الكشك بنتركهم تقريبا شي 10 دقايق ومنقدمهم.